بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أينما كنتم في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة وفقرة حوارية مهمة جدا في برنامج الأهلي الليلة النهاردة، بنختتم فيها النهاردة حلقة الأهلي الليلة يوم الاثنين. بالتأكيد عندنا موضوعات عديدة وعناوين مهمة، ويمكن دايما كل يوم اثنين نضيفي دايما بنحب نبدأ الفقرة الحوارية بتحديد عدد من العناصر والعناوين المهمة جدا عشان يكون هو ده محور حديثنا في حلقة النهاردة. ومهم جدا واحنا بنتكلم في العناوين والموضوعات نحدد بالظبط المرحلة اللي احنا فيها، ايه اللي محتاجينه وايه اللي مطلوب مننا الفترة الجاية. الأحداث بتأكد اللي بنقوله، وفي نفس الوقت واحنا بنشرح الموضوع وبنتكلم فيه بنتكلم فيه بكل موضوعية. كذا موضوع عايزين نتكلم فيه النهاردة. أول موضوع عايزين نتكلم على فريق كرة القدم في النادي الأهلي واللي بيستعد خلال المرحلة القادمة لمباراة المصري، مباراة مهمة جدا إن شاء الله يوم الخميس في ختام هذا الأسبوع. ومش عايز اتكلم في هذه الجزئيات واتكلم على اللعيبه او الجهاز الفني، لان هم بالتاكيد شايفين شغلهم الفتره الجايه، ايه المطلوب منهم وايه اللي محتاجينه والجمهور النادي الاهلي عايز منهم ايه، لان خلاص كل الرسائل وصلت وكل المطلوب من الجمهور اللعيبه عرفته الفتره الاخيره وعارفه ايه المطلوب منها الفتره الجايه. لكن انا عايز استحضر جزء مهم جدا في هذه الجزئيه، وهي جزئيه التاريخ. دايما تاريخ النادي الاهلي بيبقى شاهد على الاحداث، ودايما تاريخ النادي الاهلي لو عدى 100 سنه بيبقى شاهد على اللي موجود. وقلنا دايما في المقولة الثابتة لو فات 100 سنة تاريخ الأهلي شاهد عليه، سواء في بداية الألفية الجديدة موسم 2001 لغاية 2004 في المواسم المحلية تحديدا، لأن الإفريقية الأهلي كان بيتفوق بها وقدر يفوز بدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي. أيضا في بداية التسعينات فترة البطولات المحلية، إزاي النادي الأهلي استعد بشكل جيد للمرحلة حتى نهاية التسعينات وقدر يفوز بعدد كبير جدا من البطولات العربية والبطولات المحلية. إذا الجمهور لو استحضر التاريخ هيعرف إن النادي الأهلي دايما ليه شخصية مختلفة عن كل الأندية، وإزاي بيقدر في التوقيت لما بيكون فيه أزمة إزاي يتخطى هذه الأزمة وإزاي يقدر يمر ليه قدام. الجزئية الثانية وأنا عايز أتكلم فيها على عدد من اللاعبين أو بعض الناس بتحاول تسترجع ذكريات أو حديث عن بعض القضايا، أو عدد من اللاعبين ممكن يكونوا رحلوا في فترة زمنية معينة في فترة سابقة وبيسترجعوا الذكريات والحديث فيها في التوقيت الحالي. في مقولة ثابتة في هذه الجزئية، تظل قيمة وقرار النادي الأهلي في قيمته المستقبلية واللي بتتحول لبعد فترة لمبدأ بتتوارثه الأجيال. بمعنى قيمة النادي الأهلي في وقت اتخاذ القرار بيكون له مكتسبات او بيكون له سلبيات او ليه ايجابيات. اوكي، بنشوف القرار وقتها ايه اللي هيحصل فيه او ايه الايجابيات والسلبيات اللي ممكن تحصل من وراه. لكن المهم واحنا بنتكلم على القرار نتكلم على المستقبل، المبدا اللي بتتوارثه الاجيال بناء على هذا القرار اللي اتخذ في التوقيت ده، ازاي الاجيال بتستفيد من هذا القرار على المدى البعيد، وازاي القرار ده بيكون قرار النادي الاهلي دايما بيبقى قرار صح وسليم. مش عايز اتكلم عن امثله واتكلم عن لعيبه سابقه، لكن بتكلم على قيمه القرار بنحس في وقته بمعنى معين، لكن في المستقبل بنعرف ان قيمه القرار ده كان ليه مبدا بتتوارثه الاجيال. الجزء الثالث هنتكلم على موضوع التحكيم، وهنتكلم على المباراه القادمه اللي من المفترض حسب ما سمعنا هيكون حكم اجنبي، واتكلمنا انا وضيفي بالتاكيد اللي هرحب بيه دلوقتي عن جزئيه التحكيم وما حدث في المباراه السابقه واللي طلبناه، والمفروض الموضوع يتم في هذه الجزئيه، لان اتحاد كره القدم دايما معني بتطوير اللعبه وتطوير عنصر التحكيم. وبالتالي اذا كان اتحاد كره القدم شايف ان الحكم اللي مش قادر يدير مباريات هتحسم فيها المسابقه، ازاي بيديله نفس القوه وبنفس الاداره في اداره مباريات بتحسم الهبوط. فبالتالي هنا في ازدواجيه في اتخاذ القرارات والمعايير، الحكم الاجنبي الموجود في اداره عدد من المباريات الحاسمه في بطوله الدوري في المقدمه، بالعكس تماما في المباريات اللي فيها هبوط بيبقى حكم محلي وحكم مصري، وبالتالي هنا في ازدواجيه بالنسبه لاتحاد كره القدم في هذه الجزئيه. الجزئيه الرابعه الانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه هنتكلم عليها برضو، لان بالتاكيد كان ضيفنا في الفقره الحواريه السابقه مع الزميل العزيز محمد الجندي كان الكابتن رضا الويشي احد اللاعبين الصاعدين مع نادي مصر للدوري الممتاز، واحنا بنتكلم على الانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه ايضا مهم جدا بالنسبه لنا كمان صعود طنطا واسوان الى الدوري الممتاز في هذه الفتره. لكن قبل كل هذه العناوين وقبل الخوض في كل هذه التفاصيل، يسعدني ويشرفني ان ارحب بضيفي في هذه الفقره الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت. استاذ عصام برحب بيك، منورنا ومشرفنا. اهلا بحضرتك واهلا بكل المشاهدين مشاهدين قناه النادي الاهلي في مصر وفي العالم العربي على الاقل. على الاقل. طبعا استاذ عصام دايما بتشرف بوجودي معاك، ودايما ببقى سعيد لما بنطرح عناوين وقضايا موضوعات معينه في هذه الفقره. لا هو الفكره مش يعني بفكره تحديد الوقت اللائق بمناقشه قضيه ما بالظبط ومتغير مطروح على الساحه من وجهه نظر الاداره
الإعلام، الجمهور بالترتيب ده والمتابعين. وبالتالي أكيد في قناة النادي الأهلي أنت تتولى إدارة المنتج، الحلقة، في الطريق اللي يبعث بالرسائل المطلوب إيصالها للجماهير، أو تناقش ما هو موجود من ضبابية في مشهد بالزبط. أزمات تحيط بالرياضة أو الإدارة، كل في منحاه. ومن ثم يبقى الجزء بتاع أن أنت تنور للناس طريق يشوفوا منه، وتفتح عدسة الكاميرا على كل ما هو موجود وحقيقي، والباقي بقى على كل أن يتحمل ما يفعله أو ما يقدمه. تمام. طيب إحنا هنناقش كل هذه القضايا وكل هذه العناصر والموضوعات بالجزء الأخير. أولا هبدأ جماهيرية للمؤسسات، وإنما على المؤسسات أن تجلب لها الفرحة والنصر والسعادة والبهجة وكل شيء. وبالتالي حظك انك تعاولت مع الحمد لله رجل يحترم نفسه ومعه مجلس رائع، هو فايز عريبي الحقيقه. فايز عريبي، انا بشكر حضرتك طبعا، كلام حضرتك ده وسام على صدري طبعا من اعلامي كبير زي حضرتك. العفو. والله لكن فعلا هم اداره، يعني ده اللي شجعني فعلا ان انا استمر مع طنطا في الدوري الممتاز. اداره متفهمه، اداره واعيه، اداره هتساندني لغايه لما اظهر نفسي في الدوري الممتاز بشكل يليق بالنادي ويليق بيا، والحمد لله. ويا رب ان شاء الله يقدرني ان انا اعمل لهم حاجه كويسه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا حضرتك. شكرا ليك كابتن ايمن، وكل التوفيق ليك ولطنطا وكل الانديه الشعبيه يا رب خلال الفتره القادمه. موضوع مهم، موضوع الانديه الجماهيريه يا استاذ عصام. شوف الثاني مين اللي صعد؟ اسوان وجنوب الوادي. ويا للعجب انه ان شاء الله ممكن تبقى عدوى تنتقل، خاصه انه بين الثلاثه الصاعدين نادي مؤسسه طبعا شيء وتعب وعمله، لكن اين المردود؟ هل المردود فترينات لعرض النجوم والمتاجره في اللاعبين مثلا؟ اللي هو ما هو انت بتعمل ايه في انديه المؤسسات؟ يقول لك انا بكسب من الكوره. لا، الكوره صناعه، مش بتكسب منها لما تجيب 10 لاعب فتبيع واحد لاعب، لانه دي عامله بالظبط ممكن واحد يقدر يعملها، ممكن واحد يقدر يعملها مش بنادي واللعب وحجز مكان في دوري، واخد بالك، لكن في فريق جوال يبيع ويشتري اللاعبين. طيب لو نقلنا الفكره ومدينا الخيط على امتداده، قد تستطيع هذه المؤسسات ان تضع وفقط اسمها وكامل امكانياتها مع الترسانه مثلا، ولك ان تتخيل ها ازاي يبقى في ملعب منور جماهير، ازاي يبقى في زبون لصناعه كره القدم، ازاي يبقى في فتح باب بالرزق من اول زياده العماله في الملعب النجيل الاخضر، في حجرات الملابس، في الجيم، في كل ما يمكن ان يكون صناعه واحتراف يساوي دخل أندية كبرى في العالم بتتعرض لعقوبات شديدة وبتصل لإيقاف قيد وبتصل لغرامات مالية منهم. النادي اللي بيلعب فيه ابننا تريزيجيه دفع 4 مليون يورو غرامة أعتقد الموسم اللي فات أو اللي قبله لعدم ضبط الميزانية. يا رجل ما هي الميزانية؟ الميزانية تذاكر، تيشيرت، تسويق، مج، زي ما قلت لك مره قال في انديه نروح نشتري 4 تذاكر انا وانت واثنين زمايلنا، قلت لي لا. وبالتالي ما اسعدك وانت تسمع ان هناك نادي شعبي صعد، لكن على الجميع ان يوفر ما هو ميزانيه، وعلى الدوله، وانا اشعر ان هناك قريبا تحديثات في السوفت وير بتاع صناعه كره القدم، بس ان شاء الله تمر امم افريقيا على خير ما تمكن أن تكون رؤية الدولة المصرية في الإدارة بالفنيات مع أهلها. تمام. وبالتالي أعتقد أنه ده هيبقى استعداداً لنقلة تانية، لأنه مع عودة الجماهير يعني إن شاء الله بكامل سعتها، الأندية التي لا تملك جماهير ماذا تملك؟ هل هو زي ما قلت لك مجرد عرض لنجوم؟ هل هو زي ما اتفقنا أنه يبقى داخل فقط العنوان؟ ولا نحن نريد سكان وبالتالي تنشأ عليها إن صح يعني التشبيه مدن، لكن أنت تعمل لي مدينة على أشيك ما يكون ما فيهاش سكان، إيه بقى؟ هتبقى مدينة الأشباح. شكرا. وبالتالي ننتظر الحقيقة مع كل مناحي وملفات الاقتصاد المصري ومناحي الاقتصاد في كل الأفرع، إنه الاقتصاد الكرة جعل الدور، وأن هذه الصناعة ستكون فاعلة في قادم الأيام إن شاء الله. الفكرة كمان يا أستاذ عصام في الأندية الجماهيرية لما بتصعد، الفكرة إزاي نحافظ عليها عشان تستمر ويطلع أندية جماهيرية؟ ما هي عايزة الشراكات دي. عايزة الشراكات دي. ما هي عايزة الشراكات دي. ما تقوليش إن أنت طول الوقت هتلاقي نموذج
الراجل محترم المحاسب فايز عريبي. ليه؟ لانه اساسا طنطا مدينه عظمى معتاده على ان يكون لديها فريق بل ملاعب وانديه اخرى ومنتديات زي ما كانت كل عواصم المحافظات، وزي ما مصر 2013 عنوان مصر الجديده بيحاول يرجعها ترجع عواصم المحافظات ومشروعات جديده بجانب الظهير الصحراوي طبعا ومد شبكات طرق وما الى ذلك. هنا بقى في المشروع او في الخريطه الكرويه لازم تنشأ الشراكات دي، لأن الراجل ده لأن عنده دخل محترم للنادي وأيضا صاحب رؤية سواء في قطاع الناشئين ثم الفريق الأول بيقدر يعمل حكاية أنه يعرض لاعبين أحيانا، لكن مش شغلته الرئيسية. ليه؟ لأنه عنده نادي له جمهور له زبون. إذا عادت الجماهير إن شاء الله وده أمر مفروغ منه، ها شوف بقى البث، شوف التذاكر، زي ما قلنا هيبدأ الولد يلبس تيشيرت طنطا. صحيح ممكن يختار واحد من فرعي الأسرة الكروية الكبرى زي كل العالم، إنما ده غير يوم الجمعة اللي هو يوم ماتش طنطا، يوم ماتش طنطا أو ماتش أسوان. وبالتالي لا، أنت بتتكلم عن مردود آخر، عن مردود بشكل مختلف. هذه الشراكات هي التي يجب أن نفكر فيها الآن، واللي عاوز نماذج أضرب له ملايين النماذج بمؤسسات تستطيع وهي مشكورة أنها تقوم مش تقيم، تقوم فريق، لكن يجب أن تكون بمشاركة نادي شعبي وإلا فلا. يعني يبقى المردود إيه؟ ما احنا مش فاهمين المردود إيه. يا إما يعملوا بقى دول دوريات لوحدهم يبقى معروف أن الغرض منهم هو عرض هذه السلع بدل ما بتدور على وكلة، لا يبقى ده مثلا اسمه دوري الاختيارات، دوري يعني مثلا زي مول كده للعيبة، لأنه بدون جماهيرية الجماهيرية تبنى يا سيد الفاضل في قرون، يعني ما بتبناش كده. ده الحضارات نفسها كده، ما يميز مصر عن الآخرين مثلا عراقة 7000 سنة ثم حاضر يجب الاهتمام به ومستقبل ينظر إليه. تمام، هو ده الموضوع. بمناسبة الحاضر والمستقبل والتاريخ، أنا تعمدت وأنا بقول عناصر الحلقة النهاردة أو الموضوعات اللي هنتكلم فيها، وأنا عايز أتكلم عن فرقة كرة القدم، لأن الكل بيتكلم عن فرقة كرة القدم في التوقيت الحالي بما له وما عليه، بما كانت النتائج سواء إيجابية في مرحلة أو سلبية في مرحلة أخرى. تاريخ النادي الأهلي أنا بحب أستحضره في المواقف اللي زي دي. ليه؟ لأن تاريخ النادي الأهلي وتاريخ، وإحنا خلاص يمكن خلال أيام أو خلال ساعات بنسترجع ذكريات تاريخ 112 سنة، أهلي 112 سنة منذ إنشاء عام 1907 و 2019. لكن في فكرة المقولة لو فات 100 سنة تاريخ الأهلي شاهد عليه، ليه أنا بربطها بالحديث عن فريق كرة القدم؟ لأن شخصية الأهلي تحديدا في كرة القدم عدت علينا مراحل معينة واجهنا فيها صعوبات، مش في التخطيط أو في الاستراتيجية، قد يكون في التنفيذ، سواء وانت بتلعب محلي أو بتلعب إفريقي، وخسرت عدد من المباريات أو عدد من البطولات، لكن قدر الأهلي بشخصيته بإدارته بقدرات لاعبيه وأجهزته الفنية يتخطى المرحلة دي. بداية الألفية الجديدة وانت كنت خسرت حوالي دوري ثلاثة مواسم متتالية، ثم انطلقت من 2004 لغاية عصرنا هذا، يعني عدد البطولات المحلية بطولات إفريقية في بداية التسعينات، نفس الاستحضار للتاريخ في نفس هذه الجزئية. إزاي نقدر نوعي جمهورنا وإزاي نتكلم مع جمهورنا في هذه الجزئيات يا أستاذ عصام في مسألة فريق كرة القدم، وما هو المطلوب مننا كلنا إزاي المرحلة القادمة عشان نعالج ما يحدث في التوقيت الحالي؟ أولا جمهور الكرة في مصر الأغلب العام منه فاهم، فما بالك بجمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي لولا أنه واعي ما كان ليبتعد عن كل صرخات الاستهجان وصياحات الأزمات والتوقيعات، أو مش التوقيعات كده اللي هي الوقيعة، وقيعة يعني. واخد بال حضرتك، مش التوقعات. ويرفض أيضا الانضمام للمطالبة بأنه للجمهور رأي في الفريق، للجمهور رأي في الخطة. لا 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 لا، هذا لا يحدث لا مع الأهلي ولا مع الكبار حول العالم. لكن لابد من أن يكون يقين الإدارة هو إهداء هذه الجماهير ما يثلك صدورها، وهو بالزبط. الفوز والبهجة وحلو الأداء قبل حتى الفوز. ليه؟ جمهور الأهلي دايما كان رهانه الدائم ومستمر على فكرة، والناس شافت لقطة ماتش سان داونز التي انتهى بها النصف الآخر لمباراة عودة، يعني اللي هي أنت قدمت، هذا ما يمكن أن يشعرني بالكبارة والسعادة. لكن أن تكون بتكسب وتجري أو بتضرب وتجري زي ما بيقولوا ضربني وجالي الواد ده بيضرب، لا، الأهلي وكل أصحاب التواريخ مش من النوعية دي. لكن كمان للجمهور حقوق، الجمهور
مش قادر يتحمل فكرة انه في حداثة وتحديث حواليه، وايضا حوله من يريد ان يشبه الاهلي، من يريد ان يكون على تماس مع الاهلي، وبالتالي يحاول يحط لك مطبات صناعية. الاجتهاد وكبارة الاهلي ادارة ونجوم وايضا جهاز فني او اجهزة فنية على التوالي، الكبارة كلها بقى انك تقدر تقفز هذه الموانع. اذا لم يحدث هذا الان فالمؤكد ان جمهور الاهلي بينتظر بس اول قفزة لاول مانع، هنقول له عن التحضير، هنقول له عن التحديث القادم، لكن هو برضو يريد ان يسمع حاجة كده زي ما يقولك بسعر اليوم. بالظبط بسعر اليوم. لكن لما تستحضر عنده زي ما حضرتك قلت تاريخه وحاضره القريب، مش هيخاف من المستقبل ابدا، لكنه برضو عايز يعرف هي الحكاية ايه. هل زي ما انت قلت ان الحداثة ومرور سنين طويلة وكذا لما يبقى فيه منافسين كثر، هل ده معناه انهم يستطيعوا ان يحدثوا انفسهم وادواتهم ومؤسساتهم بصورة تجعل الاهلي عندما يحدث لا يستطيع اللحاق؟ مش صحيح، والا ما كان اللحق به حوالي 14 نقطة على ما اعتقد. بالظبط لحق ولم نفسه بسرعة، لكن وانت بادوات التغيير اعتقد انه الحكاية هتمشي واحدة واحدة، لكن الناس بس عايزة تشوف امارة، وجمهور الاهلي الاماره اللي عايز يشوفها بسيطه جدا، مش عايز يشوف القمر كامل او البدر كامل زي ما هو متعود، عايز يشوف بس بدايه الهلال، يعني ان الهلال بتاع التطوير ده يحدث. هل العصر اختلف؟ اي عصر؟ عصر توقيت المتابعه والانتظار ومتابعه النتائج وانتظار النتائج الايجابيه والضغوط. طبعا اختلف، لكن برضه انا عايز اقول لك حاجه، ما انا بقول لك الاداء اهو. الحقيقه عشان يعني اعتدنا لما كاعلاميين نعمل او نكون موجودين في الاعلام الاحمر ان انت عندك جرأه انك تقول، ما هو برضو الناس مش هتتحمل كتير ان واحد يروح للجون ويضيع ست فرص، لان هو مش عايز يشتغل على ادواته، انه ازاي هنا دي بتضيع، لازم يا اخي حد يصورها له ويقول له عشان يجي هنا يتمرنته ساعه. صح. على الشغلانه دي. ومش هيسعف برضو الجمهور اللي هو عامل اللي عليه انه يشوفك وانت بتدافع خايف من مهاجم معتبره فز. لا يا عم، وانت في النادي الاهلي اذا انت فاز، ما وانت في النادي الاهلي اذا انت فاز. أكيد. وبالتالي مش هيشوف لاعب بيخلع من المسؤوليه بدعوى انه تعبان غير لائق ومش عايز يرجع بنهم ومش عايز يضحي بنفسه ومش ومش ومش، لانه في الاخر لو درس التاريخ هذا اللاعب او ذاك، والحقيقه هناك الكثير من النجوم يحتاجوا الكلام ده، وان كانت اداره الكره بالنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب مخولا عن المجلس، هو ده اكيد اللي بيقوله لهم، لانه هو مش هو بس واغلب جيله، اغلب لكن مش الكل الحقيقه، لانه برضه في كل جيل بيبقى فيه الناس اللي زي ما قلنا لا تستطيع تقديم هذا الحب الغريب. محمود الخطيب والذين يشبهونه يعانوا في حياتهم العامة من خدمة النادي الأهلي، إصابات ثم حقن ثم تحمل أدوية، السايد إفكت بتاعها ليس لصالحك. صح. لبعث رسالة للجمهور بالبهجة وكذا. لكن الأخطر الآن هو ألا تكون العيلة الحمراء متجمعة، ألا تكون العيلة الحمراء واقفة في ظهر بعضها، ألا تصدق العيلة الحمراء إلا ما يعلن رسمياً، ناهيك عن كل أجهزة التشويش. المشوشون لازم الناس تقول لهم مش وقتكم، وعليهم أن يتأكدوا. عارف لو قلت لي سمة العصر أقول لك إيه؟ شائعات، تشويش، الكل يبحث عن ما هو جديد، عن إثارة. الناس بقت بتعتبرها كمان، أو أغلبية يعني بقت بتعتبرها شطارة، وبالتالي إلى أن يظهر عكس ما يسلط على أذان الأهلوية، لا برضو انت محتاج مواقف صارمة من الجهاز الفني واللاعبين. ما تقوليش في لعيب في الفريق الاول في النادي الاهلي كلاس ايه في الكرة العربية والافريقية ويقترب وتماسه من العالمية وهيبقى محتاج درس في ادواته هو الشخصية، ضربة الرأس، التاكلينج وما الى ذلك. الموضوع سهل قوي، واعتقد انه العلامة الفاصلة هي مباراة المصري، مش على النتيجة خالص، على كل اللي قلته لحضرتك. هل اللي بيعمل تاكلينج بقى بيعملها احسن من ماتشين ثلاثه فاتوا؟ هل اللي بينفرد
بيحطها في الجون احسن من ماتشين ثلاثه فاتوا، مش هقول احسن من فتره طويله. هل اللي بيرفع الكوره بيرفعها بالمقاييس العالميه عرضيه برازيليه قويه ولا لسه بالونيه وهكذا بتفاصيل، يعني قصدي فنيه. الذي لن يقدم هذا الحقيقه يبقى هو شغال لاخر الايه المحطه، يعني الاتوبيس زمان كان بيوصل الموقف، يبقى ده الراجل هيفضل راكب معانا الاتوبيس الاحمر لغايه نهايه الطريق يعني. بس لكنه مش هيبقى في القلب من هذه يعني الحافله الحمراء التي تنطلق بكل سرعه وفيها احسن ركاب واحسن سواق واحسن كومساري واحسن كل حاجه. بس العهده الان على الجهاز الفني واللاعبين، لانهم تم التعامل معهم بعالمية، وأنا أعني ما أقول، ألا وهي نحن نثق فيكم حضراتكم كملوا. لم يسمع أحدهم يعني أنه هيجي له خطاب شكر، ولم يسمع المدير الفني أنه هيتم إنهاء تعاقده لا دلوقتي ولا بعد شوية. سيبك بقى من الكلام ده الذي لا يمكن أن يصدر عن إدارة النادي الأهلي، اللي هو حكاية الباكج دي. يا مسيو يا مستر، حضرتك خضرتك انت في شويه ماتشات بعدين امشي، ما في اللغه دي مش ممكن موجودة. تكون في النادي يا سيادي الفاضل، في كل يعني زمن عائلات انديه زي ما انت دول لها كده سمات، تغييرها يعني يجعل ما يسمى الانهيار قادم لا محاله، الا وهي ان انت انا قلت لك مره هنا لو انت فاكر، لو العبد لله او حضرتك قدر لينا ازاي ما تسالنيش انك تبقى المدير الفني لو اتى من هو في كره القدم، هو في بقى بعد الخطيب ها ويجمع كمان كتيبه من الامهر وجالنا اوضه اللبس، اوعى تفكر ان حد فيهم يقدر لسانه يسالك هتلعب بمين بكره، ولا يقول لك هو الجندي لعب ولا لا، ولا يقول لك هو قلب معانا ولا روح، مستحيل. الكلام واحد، عليكم ان تؤدوا كما هو مقاييس هذا الشعار، عليكم أن تؤدوا من ظل المنافستو الذي أسس عليه هذا النادي ومن ثم هذا الفريق، غير كده لا يوجد أي كلام، ولا حضرتك لاعب لي الباقيين ولا التانيين ولا التالتين ولا أي حاجة. في مكان حضرتك هنا على مدار الأسبوعين الماضيين صدفت إن كان معايا أحمد بلال وأحمد أبو مسلم، اتنين لعيبة. أحمد بلال كان كابتن الفريق وقتها في موسم 2002-2003، وأبو مسلم كان لسه جاي للأهلي بعد كأس العالم الأرجنتين في الشباب، كأس العالم الشباب وتواجد مع أفريقيا وبرونزية العالم، وابتدى يخش ويندمج داخل صفوف النادي الأهلي، وكل واحد حكى واقعة موسم 2002-2003 لما الأهلي خسر الدوري في اللحظات الأخيرة أمام إنبي، وإزاي اتحضرت شخصية الفريق والكابتن الخطيب وقتها لما كان نائب رئيس النادي والمشرف على فريق الكورة، قعد معاهم واتكلم معاهم وحضرهم كويس لمرحلة الكاس، وكان في التوقيت ده الجمهور دخل ملعب التتش ووصل رسائل كبيرة لعدد من اللعيبة. الرسائل دي قد تكون في التوقيت الحالي وصلت بس بشكل أو بطريقة مختلفة عن العصر من 16 سنة، لكن الفكرة نفسها الاجتماعات اللي تمت ازاي صنعت فريق مختلف تماما في بطولة الكاس عن الفريق اللي كان بيختم بطولة الدوري وخسر بطولة الدوري. محاور الحوار ايه لو انت فاكرها؟ نفس المعاني اللي بنتكلم فيها، لعبوا بما يستحقوا النادي الاهلي، قدموا ما لديكم من كره، لكن لو هل حد فيهم قال لك الكابتن قال لي يا ابني اما تروح ناحيه الشمال ارفعها برجلك اليمين، قال له يا بلال ازاي ما حطيتهاش بدماغك، ناهيك بقى انه لا يمكن يكون قال للجهاز الفني انت لعبت يا ابو مسلم ليه وما لعبتش ابو المجد، او لعبت يا محسن ليه وما لعبت سعيد. هذه هي تركيبه النادي الاهلي، لكن ايضا على اللعيبه، مش هقول المقصرين، الاهلي لا يختار مقصرين، لكن على اللي فاهم انه النادي الاهلي يرضيه اقل من 99% يبقى هو من نفسه ياخد قرار انه يدور على مكان يقبل مجموعه ده بالزبط. مجموعه الكروي ده بصراحه شديده، وانا قلت لك على بعض اللاعبين او هنا في القناه وفي كل الاماكن اللي رحتها من الموسم الماضي انه اذا اردت ان تعيد روح الاهلي والموجودة في فانيلة الأهلي فلا بد من أجساد جديدة تلبسها هذه الروح، وبالتالي أتت هذه الأجساد على ما أعتقد لم يقدم أي نادي آخر يعني صفقات كما قدم في أول لفريق النادي الأهلي في انتقالات الشتاء، ومن ثم الدور بقى على حضراتهم، الدور على حضرات الجهاز، وأنا بقولها صراحة عشان أنا قلت لك كيف لا يتحدث أحد عن هذا الجسامة قبل الماتش، دي بقى اللي كانت تقاليد واعراف مش يجب ان تنتهي، يجب ان تحدث هي الاخرى في اداره الكره بطبيعه العصر الحالي، لان طبعا كان لازم صياح وكتابات وكلام للنقاد الحقيقه يعني عن
تاريخه، ما حدش بيقول نستعدي عليه حد، لكن ما تستناش لانه هذا هو الاهلي كان افعلها طبعا، لكن امتى؟ في وقتها الاهلي باحدث عمله يتعامل، ومن ثم تعالى بعدها على الحكم اللي بعده واللي بعده، تعالى بعدها اذا لم يعلنك يعني الساده عصام عبد الفتاح والساده لجنته ها بمن هو الحكم ومن اوروبا الغربيه، وقلت لك هنا من اللي نسمع اسمه سمعناه في النشره، لا مش هروح يا عم الاستاد، لا حياتي بس مش هروح الاستاد يوم الماتش. الاهلي لا يصدر ازمات لهذا الوطن، لا مش هلعب الا بالمقاييس دي. انا ما بقولكش تجيب لي انهي حكم فيهم، لكن يعني ارماتوف ده ما يجيش ليه يعني؟ انا عايز افهم يعني. طب اقول لحضرتك على حاجه قبل ما نخش في ملف التحكيم، لان في تفاصيل تانية. لا ده دي مش في ملف التحكيم، انا بقولك على النواقص اللي في اداره الكره الحمراء زي ما قلنا على اللاعبين. بقول الكابتن سيد وايضا من النابهين، وانا عارف انه بيتقبل، لان ده مش نقد، بيتقبل الاضافه ان صح التعبير يعني. لا هناك الكثير مما يجب عدم تاجيله. تحدث اولا، قولها مقدمه ما تقولهاش خاتمه. لازم الامور دي بصراحه شديده. طيب قبل ما نكمل حديث في هذا الموضوع، كان في مؤتمر لاتحاد الثقافه الرياضيه، قناه الاهلي كانت موجوده في هذا المؤتمر، وناقشنا او سمعنا في هذا المؤتمر دور اتحاد الثقافه الرياضيه في اكتشاف المواهب بالجامعات. نخرج لهذا التقرير، في اثنين من النقاد الرياضيين بيتكلموا عن هذا التقرير، ثم نواصل الحديث مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. اهتمام وزارة الشباب والرياضة هو اللي دفعنا أو خلانا نكتشف، يعني ادانا فرصة ان احنا نقدر نكتشف مهارات ومواهب الشباب المصري اللي موجود يعني خلال في الجمهورية كلها. احنا دايما كنا التركيز دايما كان بيبقى على القاهرة والمدن الكبرى، لكن احنا دلوقتي اتحاد الثقافة الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة قدر ان هو يوصل لأماكن بعيدة جدا، الوادي الجديد، العريش، كل المحافظات وجميع الجامعات، لان الجامعات دايما يعني الواحد مبسوط، يعني كان بيسمع زمان في الجيل بتاع ابهاتنا ان الجامعات كانت والمدارس دايما هي المكان الخصب اللي بيطلع منه كل المواهب سواء الفنيه او الرياضيه والتمثيليه والفنيه، كلها كان بتطلع من المدارس والجامعات، لكن اندثرت الحاجات دي في السنوات الماضية، وبقت دايما معتمدة على المراكز الخاصة أو الأندية الرياضية اللي حلت محل المدارس والجامعات. فطبعا دي كانت فرصة بهذا النشاط طول السنة، بيشتغل طول السنة، بتدور جامعات في جميع الأماكن، ومهما كانت بعيدة في أسوان والوادي الجديد، يعني من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، بنكتشف المواهب في جميع الفنون وأيضا المواهب الرياضية في لعبات مختلفة. فده إنجاز كبير وبيتم تكريمهم النهاردة. واللطيف اللي فيها إن الكل بيكرم، اللي فائز واللي حتى اللي ما فازش، ولكن مجرد المحاولة والمشاركة دي في حد ذاتها زي بالضبط ميثاق الدورات الأولمبية. المشاركة أهم والتمثيل المشرف مهم جدا جدا، مجرد التواجد فالكل كسبان. بالتأكيد النهاردة يوم رائع، لأنه يعني اتحاد الثقافة الرياضية بدأ يجني الثمار اللي هو قاعد يغرسها على مدار ما يقرب من 10 سنوات لتوصيل رسالة للشباب، رسالة المهمة اللي عايزين نقولها أن الثقافة والرياضة ونبذ التعصب والتسامح شيء رائع جدا جدا، وأنشطة كتيرة ومتعددة بيعملها اتحاد الثقافة الرياضية، وأنه وزارة الشباب ترعى وكل جهات كتيرة جدا ترعى هذا العمل، معناه أنه عمل مخلص، عمل من أجل بناء ثقافة الشباب، الثقافة اللي احنا مفتقدينها في بعض ملاعبنا اللي هي ثقافة نبذ التعصب والتسامح والحاجات دي كلها، وإلى جانب ذلك بتكشف عن مواهب رياضية، مواهب من الشباب سواء في الغناء سواء في التمثيل سواء في الرياضة سواء في كرة القدم سواء في الألعاب الأخرى. أعتقد أن الثقافة الرياضية أصبحت منهاج، وأنا بحيي القائمين على الاتحاد المصري للثقافة الرياضية واللي أصبح دلوقتي اتحاد عربي كمان للثقافة الرياضية، وإن شاء الله أعتقد إن هم يعني في ثمار كتيرة قادمة على الطريق إن شاء الله.
اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير. ودور مهم جدا لاتحاد الثقافه الرياضيه في تثقيف كل الرياضيين وكل المتابعين، اعلام، جمهور، حتى المسؤولين بيحضروا هذه المؤتمرات بيسمعوا راي المفكرين ودور الثقافه الرياضيه خلال الفتره القادمه، مش في كره القدم، في الرياضه بشكل عام داخل مصر. استاذ عصام تعليق حضرتك. ده مهم جدا. الثقافه اصلا بنت يعني مصر الحديثه ان صح التعبير. كان في اصلا يعني الثقافه الجماهيريه دي كانت بتتجول في القرى والنجوع، يعملوا يوم في مسرح حتى لو كان يعني قصه شفيقة ومتولي او عزيزه ومش عارف ومين بالاراجوز. صدقني يعني هذه هي المطلوبات الان، ان تعيد التثقيف. قبل ما اجي لحضرتك كنت بكلم السيد كامل ابو علي، هو الحقيقه رئيس لجنه السياحه في امم افريقيا. يعني عجبني جدا لما بساله اللجنه عامله ايه وكذا، قال لي انا بحاول اخلي كل مصر السياحة في استقبال الحدث، بحاول أثقف كل العاملين في المطارات والعاملين في الأوتيلات على رحابة السعة، على أنه يعرف كلمتين إنجليزي. هذا هو التثقيف مطلوب، مش بس أنه يحضر بامفلتز وصور لمصر وكذا أو زيارات، كل ده طبيعي جدا، لكن الأهم هو هذا التحديث. وبالتالي فعلا يعني الزملاء في اتحاد الثقافة سواء زميل أشرف محمود أو صديق العزيز أيمن بدرة، كلهم أصدقائنا، يعني أعتقد أن هم شايلين يعني عبء لطيف أنه بيعملوه لصالح هذا الوطن، وأيضا يحمل سمات كثيرة جدا نحتاجها. أتمنى أن يبقى فيه أكثر من رافض، مش بس لاتحاد الثقافة الرياضية، لفتح أذان شبابنا على بالزبط. العالم الخارجي وما يمكن أن يكون شبه الدنيا. وأنا ده اللي بقوله للشباب، حضرتك عايز تبقى برشلونة وريال مدريد وكذا، طب اتصرف بنفس المنطق لو سمحت. لو سمحت انتوا بتعملوا يعني بيبقى حدث جلل مباراة فريقك الغربي يعني أو الأوروبي حتى في الكافيه، بتذهب بالتيشيرت وكذا وتتفرج وبقى ليكوا سمات، اعملوها في الملعب أو أعيدوها للملعب المصري. تثقيف من نوع جديد حتى بينكم البين، واخد بال حضرتك، مش بس باتحاد ثقافة أو غيره، لكن جهد الحقيقة محمود، لأنه في الآخر ما وراهوش أي منطق، لا ربحية ولا شهرة، فهم بالضرورة الحمد لله ناس معرفة المسؤولين يعني وزملاء أفاضل لهم أسمائهم ومكانتهم كمان. بالطبع بنتشرف بيهم دايما في كل الأحداث الرياضية بالطبع فعلا. طيب زي ما كنا بنتكلم في الجزء الأولاني عن تاريخ النادي الأهلي وربطناه بالحاضر والمستقبل، ولمسنا في جزئية فريق كرة القدم اللي بيستعد للمرحلة القادمة وعنده 8 مباريات، الانتصار في الثمان مباريات بيعني 24 نقطة، إذا صدارة الدوري، إذا الفوز بالدوري العام، لكن ده بيتطلب زي ما الأستاذ عصام شلتوت اتكلم على شخصية اللاعبين، دور الجهاز الفني في التوقيت الحالي، والسوفت وير بالطريقة اللي ممكن بها تدار الأمور خلال الشهر القادم. الأمور الفنية طبعا بالظبط كده. واحنا في هذه الفقرة دايما مش معنيين بالجزء الفني اللي هو التفاصيل التكتيك والأمور دي، اللي احنا بنتكلم في الجزء الإعلامي أو الجزء المهني اللي نشرح بيه للجمهور الأوضاع في التوقيت الحالي. طيب العنوان الثاني، ويمكن ما بين السطور في معاني قد البعض قد يفهمها وقد لا يستوعبها في التوقيت الحالي، لكن أنا عايز الرسالة اللي عايز أوصلها للناس، في قرارات سابقة اتخذت في فترة التسعينات وفي بداية الألفية مع عدد من اللاعبين، وفي الآخر حطت لها هذا العنوان، تظل قيمة قرار النادي الأهلي في قيمته المستقبلية واللي بتتحول بعد فترة لمبدأ بتتوارثه الأجيال. قيمته المستقبلية يعني قيمة هذا القرار اللي اتخذ مثلا بخصوص لاعب ما في فترة مثلا سابقة من 6 شهور، قيمته هنعرفها بعد 10 سنين و20 سنه زي ما حصل مع لعيبه سابقين سواء 2007 او في بدايه التسعينات او حتى في بدايه الالفيه الجديده. فبالتالي قيمه هذا القرار في التوقيت الحالي بيبقى لها مكتسبات او لها ايجابيات وسلبيات. هذا هو شان يعني زي ما يقولوا مش ضمن المنظومه انك تقول انها مؤسسه تربويه، مؤسسه تضع معايير، مؤسسه تضع ضوابط للحاضر وتستشرق المستقبل. ومن ثم عارف انت الطفل لما يبقى محتاج توجيه او كده عيب او كذا، ما هو ممكن يعيط، لكن لما بيكبر بيرجع هو نفسه اتبنى صح او بقيه الولاد يعرفوا ان العماره كان فيها شقه ربت ولادها صح، المنطقه تعرف ان في عيله ولادها منتظمين فخورين بيهم،
عائلتهم. ومن ثم لو انت بتتكلم عن فكرة المغادرة او لاعب او كذا، حتى اذا اردت ان تنصف لاعب، لاحظ بقى هنا فكرة العنف غير المبرر في إلقاء الشائعات والحاجات، هل تختار توقيتات مناسبة أم لا؟ ده إذا كنت أنت من العيلة وحتى عايز تراجع قرار للعيلة، عليك أن تختار التوقيت المناسب أولا. ثانيا وهو الأهم، عندما تتحدث عن احتراف تعامل به لاعب من وجهة نظره كمحترف، فلا يمكن أن يؤسى عليه. لا تخلط بقى الحب بالمصلحة، لأن في نجوم آخرين بيربطوا الاثنين ببعض الحقيقة، بيتنازل عن جزء من مصالحه مقابل جزء من مشاعره، مقابل حبه. عارف اما واحد يقول لك انني حب يجعلني اللي هو الامير يتزوج بنت الطيبين الغلابه ماديا يعني. ومن ثم هي دي الحدوته، حدوته مصريه في القلب منها انها اهلاويه. هناك نجوم كثر كانت علامتهم المؤثره التنازل عن ارقام مقابل هذه الحاله من الحب الجارف، اولا للشعار، ثانيا للجماهير. بالزبط. مش للجماهيريه، للجماهير، للجماهير، لان جماهير الاهلي الحقيقه سوبر جماهير في حكايه معزتها لمن ينتسبوا لمؤسستهم. جمهور الاهلي كمان يساهم ويشارك يعني باكثر من النصف في كل ما هو نجاح، لانه حاضر في الميعاد. في الانتخابات الماضيه كان في طابور جمهور وطابور جمعية عمومية. بالزبط. وكان المدهش ان كل حد في الطابور قصاده طابور الجمعية بيقول له انا شريكك، انت تدفع لمرة وقد تكون ارقام يحتاجها وجودك في النادي علشان يقدر يوفر لك اللي جوه، لكن انا عاشق بلا ايه، بلا مردود، زي الاغنية العظيمة بتاعت استاذ عبد الوهاب. وبالتالي من حقي انا اختار معك المستقبل، من حقي ان افرض عليك قائمة محمود الخطيب، ده الجزء اللي كان موجود وقتها. في وقتها. وبالتالي هذه الجماهير تستحق حاجة من الاثنين، إما أن تكون من المحبين وبالتالي هتتنازل عما لا يستطيع الأب أو رب الأسرة أن يوفره لك، أو أنت لا تتبع إلا فكرة أنك محترف 100%. فلا تطلب مني يا عزيزي انه يجي وقت واتعامل معاك بعواطفي، انت لم تجعل مجال للعواطف، بل على العكس تبقى المؤسسه او اللي هي مثلناها بالاب غير قاسيه يعني. كمان ما بتعنفكش ولا بتذبحكش، لكن بتطلب استمرار المسيره. انا فاكر ان مانويل جوزيه مع عصام الحضري، لان عصام الحضري هي من الناس الناضجه اللي بعد كل ده لا زال يتحدث انه لو طلبني الاهلي سأعود فورا، لأنه يشعر أنه كان فيه غلطة منه. ده اللي خلاني أضرب بيه المثل. ولذلك أنا باخد بقى إيه فكرة مانويل جوزيه وقتها مع نجوم كبار، بصوا كده فقال لهم هو وقت أن نطفي شمعة، يا شمعة عصام الحضري، وأن تهتموا أنتم أولا بأنفسكم، ثانيا بهذه العظمة اللي هي مين؟ الجماهير المحبة، وصالحكم العام اللي عاوز يروح حتى نحو مصالحه عليه ان يكون لديه قيمه يشعر بوجودها ويقاتل كرويا او رياضيا من اجلها. وبالتالي هو ده لو عايز نتكلم في ملف زي ده، عشان بس ما حدش يحمل على نفسيه حد، عشان ما حدش يطلب من حد بكائيات في وقت الاخر في ضحكات. ليه؟ لانه اختار ما يريد وزياده، وبالتالي يبقى القرار الصحيح من المؤسسه هو ما يقدم للمستقبل ضمانة بالاستمرار على القمة، بالاستمرار مع الكبار وبل على رأسهم، اللي هو زي ما حضرتك قلت كده في وقته قد يكون هناك ملتبسات، قد يكون هناك ما يمكن ألا تذيعه. شوف الكبارة برضو ما بتقولوش ساعتها ده عمل فينا وسوى، لكن قمة المستقبلية في توارث الأجيال المبادئ برضو، لأنه غيره وغيره وغيره هيجوا أو هيطلعوا من الناشئين، من ولاد النادي زي ما بيقول، ومن ثم بيسيبوه لما المستقبل يكشف عنه الستار. أي معادلة غير كده يعني بصراحة هي يعني تبقى محض، أولا افتراء على عمل جيد، ثانيا خلط ما هو مصلحة بما هو حد عاوز المصلحة وكمان الحب. لا، مفيش كله في سلة واحدة بالتأكيد. طيب المحطات الفاصلة في الدوري العام خلال الفترة القادمة،
8 مباريات متتاليه في توقيت قد ينتهي على 20 مايو او الاسبوع الاخير من شهر مايو ان شاء الله. المحطات القادمه في الدوري شايفها ازاي اصلا؟ كلها مباريات كاس من 3 نقاط، كلها كل مباراه مباراه كاس، مباراه كاس كلها مباريات كاس، لانه الاداء في مباريات الكاس هو اداء هجومي ممتع مثير يستهدف الفوز، يكون بثلاث نقط، يكون بالكاس نفسها، يكون زي ما يكون، لكنها يعني يصح جدا جدا بل 100% ان يطلق عليها مباريات كاس. يعني لو جبت لي جولات الاهلي الباقيه بما انها تحدث في قناه النادي الاهلي، ما اقدرش اقول لك الست ماتشات دول هم دول، لا ولا ماتش هروح مشاور لك كده، ولا ماتش من دول يقبل الاسم على 2. صح، يعني حياه انانيه وطمح حمراء يجب ان تجتاح كل اللاعبين والجهاز الفني، أنانية للفوز بالكل طبعا المباريات. وطمع أحمر يعني جنبا إلى جنب مع المشاهد بقى اللي قلت لحضرتك عليها، ألا وهي النهاردة ما علمناه عقب جلسة المشرف على الكرة رئيس النادي وهو واحد من أهم بل هو الأهم على الإطلاق المواهب ومن لمس كرة القدم، لما يروح ويقول لك لديك حوافز أهو احتراف أهو، ولكن لديك جمهور أهو حب أهو، لديك إدارة جات لك لغاية عندك، يبقى الباقي على الشغيلة على صح. الرجالة، ما ينفعش بقى حد يكلمنا في حاجة أقل من الفوز والفوز والفوز، بشرط أن عنوان الفوز يكون أداء ما يقعدش 2 أهلاوية جنب بعض عمالين، يعني طبعا الكل يطلب ستر الله، أنا بقولها كده الحمد لله سترك يا رب يا ساتر، لا 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 مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، أن تسجل من نصف فرصة، أن تقاتل من أجل منع هجمة قبل أن تصل لمنطقة الجزاء، اي عمل غير كده يبقى بصراحه لا شكرا، لا تستحق ان ترتدي هذا الشعار، واعتقد هم شطار، لكن كمان اذا ما صادف الاداره بقى اللي هو مدير الفريق كابتن سيد حكم هنا واخر هناك، بما اننا رايحين على عنوان التحكيم، لا عليه ان يعلن مسبقا كما تعلن كل الانديه سي فيه تاريخه مقر اقامته جاي منين ورايح على فين، لا لابد أن يفتح زاوية الرؤية للإعلام مش بس للجماهير. طيب هنا بنطرح سؤال واحنا داخلين على ملف التحكيم، واحنا بنتكلم في الدوري العام بشكل عام في إيجابيات وفي سلبيات، هل عنصر التحكيم يعتبر من أبرز السلبيات فيما يحدث في الفترة الأخيرة؟ طبعا بمعنى مؤكد. بمعنى أنه أصلا أنت أفقدت أغلب الحكام الثقة في أنفسهم، لدرجة أن في حكم قال حسب الله ونعم الوكيل هو احمد حسام اعتقد طه، احمد حسام طه احد الحكام المساعدين، لانه راجل عنده مثلا سي في او سيره ذاتيه بتقول معاه كذا بطوله مش عارف ايه مؤهل ايه راح النخبه ايه مش موجود في كاس الامم وما راحش، واحد تاني ما راحش اصلا مش عنده نصهم ما راحش اصلا ولقى نفسه موجود، حدش بقى يطلع يتحزلق علينا يقول اصل هناك معايير، معايير ايه؟ معايير ايه؟ ثم عندما تختار حكم اجنبي لا تاتي بحكم اجنبي يعطي قيمه مضافه يا اخي للتحكيم المصري، لا تاتي بحكم اجنبي الحكام تبقى عايزه تروح تتصور معاه، انا مش بهزر ده بجد، زي ما بتيجي فرق عالميه كده لما تستقطبها مثلا منتخبنا او النادي الاهلي او نادي الزمالك في فترات، لا تلاقي نجومك مهما كان بيحبوا الصوره التذكاريه معاهم، لا رغم ان دول بقى متنافسين، انما في الاخر لانهم سوبر نجوم مش بس نجوم، سوبر نجوم، وبالتالي فليحدثونا يعني عن حكايه القطيعه مع المانيا وانجلترا وفرنسا واسبانيا وايطاليا، فليحدثونا عنها يعني، وحتى لما تكلمنا عن الخمسه دول هات لي اول واحد او الثاني او الثالث في اقصى تقدير. من لجنه حكام بتاعته هي اللي ماضيه، مش احنا نقول لبعض، لجنه الحكام مطلع لك رانك ان ده واحد من الثلاثه الكبار في البيك فايف او الخمس دوريات الكبيره، كمان مش اي واحد عابر سبيل كده، لا خالص ما ينفعش معانا. طب هنا مش في تضارب في الافكار نفسها والازدواجيه في القرار؟ بمعنى انا كاتحاد كره القدم معني بتطوير اللعبه وتطوير الفرق واللاعبين والمنتخبات، والعنصر الاهم بالنسبه لي كتابع لاتحاد كره القدم عنصر الحكام. انا منين كمسؤول عن اللعبه ما بثقش في الحكم وبديله المباريات عشان يديرها في جدول المقدمة كمسابقة للدوري العام، وأنه هو يبقى ليه دور كحكم بيدير مباريات فيها تنافس على بطل الدوري، وفي نفس الوقت بديله القدرة دي على مباريات فيها تنافس على الهبوط وهو قرار وإدارة مباريات قد تكون أصعب من مباريات المقدمة. الازدواجية في المعيار، أنا فوق بجيب حكام أجانب، تحت في صراع الهبوط بجيب حكام مصريين، الازدواجية إزاي بديله الثقة
تحت وبسحبها منه فوق. لان انت غير قادر على مواجهة اللي حاصل حواليك، انت غير قادر على التحديث من اساسه. انا لو برضو قدر لي اكون رئيس لجنة الحكام، انا لازم اجيب واحد من افضل من يديروا لجان الحكام في العالم يقعد هنا 6 أشهر، مش يجي يوم ويمشي، مش 3 محاضرات ويمشي، يقعد هنا 6 أشهر في محل رئيس اللجنة. يعني مش هيحصل اي حاجة، هو ده التطوير، ان اجيب خبير اجنبي مش اجيب حكم اجنبي. بالظبط. ويقعد بقى هنا عشان يجلي ويشنف اذان الحكام المصريين، ها، ويخرج منها بقى الدود بتاع بر الامان، يا ابني مش عايزين مشاكل، يا ابني ربنا يستر، يا ابني بقول لك ايه، لا 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 لا، هذه المصطلحات انتهت وعفى عليها الزمن. ومن ثم لا، لازم نحط كل حد امام مقدراته، لكن الاعلام عليه ان يكون اكثر حرص الحقيقه. بمعنى احنا داخلين على امم افريقيا، ها، جلد يعني المخطئ، لانه مش جلد ذات، يعني ربما الناس كانت بتتقاول جلد ذات، لا ده مش جلد ذات، احنا فعلا من سيء الى اسوأ في اخطر منظومة في كرة القدم. ده حقيقي، رغم ان العنصر الانساني فيها رائع، مجتهدين محترمين الامانة يعني، لكن مش مثقفين، لكن مش قادرين يحتملوا ما يحدث معهم، والكل لا يستطيع ان يتحدث، لانه لو اتكلم هيسكتوه خالص عن التحكيم، مش هيسكتوه عن الكلام، لا احد يستطيع ان يخرس احد، لكن هيسكتوه عن التحكيم، وبالتالي مش هيدفع الثمن لوحده. اذا هيبقى دور الاعلام ما بعد الموسم وامم افريقيا ان شاء الله، لازم نطالب بنسخه زي اللي هنشوفها، لكن المشاهد التي نراها زي هذا الجنبي وغيره 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 غير مسموح، وهم سيظلوا ضيوف يعني تقال علينا الحقيقه. فعلا يجب فعلا مقاومه وجودهم على الاقل في اختيارنا، يعني اذا كنا لا نستطيع مواجهتهم اذا كان منتخب مصر او كذا، لكن على الاقل لما يبقى الحكايه فري وانا بشتري هدوم لي انا، مش جايالي يعني هبه، لا ما اشتريش انا الصنف ده خالص ولا ينفع معايا. ده الاجدى للتحكيم المصري يا استاذ. طيب بمناسبه التحكيم المصري، يمكن زملائي في الاعداد سمعوني وانا بكلمك على فكره، انت اتحاد كره القدم كاتحاد كره القدم بتثق في الحكم في مباريات الهبوط وما بتثقش فيه في مباريات المقدمه، فوجهه النظر اللي اقيلت مثلا او اقيلت في هذا التوقيت العنصر المادي، الانديه مثلا تحت في موضوع الهبوط ما فيش فلوس مثلا موفره ليها عشان تقدر تستخدم طاقم تحكيم اجنبي بما يقدر بحوالي 25,000 دولار. لكن انا طبعا هرد بمثال مباراه المصري والاهلي القادمه، رغم ان هي مباراه النادي الاهلي لكن ما بقاش مقياس خلاص السنه دي. المصري اللي بيطلب بيجي، المصري طلب طاقم تحكيم اجنبي وسدد المبلغ 25,000 دولار حسب ما سمعنا خلال الايام السابقه، لكن في نفس الوقت كانت في ازمه ماليه وكانت مباراه الزمالك والمصري مش هتذاع مباشره بسبب موضوع الازمات الماليه، يبقى هي قصه مش موضوع ازمه ماليه في انديه الهبوط او انديه المقدمه. لا هي اي كلام عشان بس نجيب من الاخر. بالظبط، لما تطرح سؤال فبتجي لك اي اجابه، تقول له من يفوز بكأس مصر الموسم بعد القادم، بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة السيدة زينب، مش طنطا مثلا فتلاقيه اسم نادي، لا السيدة زينب. هو العنصر المادي ملوش علاقة على فكرة بفكرة فكرة إدارة مادي مين يا عم؟ كرة القدم صناعة تكسب كثيرا، صناعة تستطيع أن تغدق على من يديرها وأن تغدق على كل العاملين عليها، ومن ثم لا أعتقد أن ده كلام يناسب المحروسة العظيمة دي في العام 2019 مع عنوان، وانا بقول لهم اهو اسمه مصر الجديده، يعمل عليه القاصي والداني من اول راس الدوله لاصغر واحدث موالدها من 2013، وقعنا وثيقه السير للامام يا صديقي العزيز. اوعى حد يحاول يحط الخشبه في العجله، مش هنسمح، حتى لو كان بدات حاجات كده ترتطم بالسلوك هنواجهها، لكن لها او انا اخشى على التحكيم المصري خلال الفتره القادمه. احنا عندنا اولمبياد طوكيو العام القادم، عندنا كاس العالم في الدوحه عام 2022، هيبقى عندنا مشكله في اختيارات عدد من الحكام في المباريات الدوليه الفتره القادمه نتيجه عدم اعتمادك عليهم في المباريات الكبيره، لان جزء من اختيار هؤلاء الحكام في القائمه الدوليه ياتي بناء على تقارير فنيه وقوه المباريات التي يدروها في المسابقه المحليه. ولنا عبره، الحكم السعودي لم يكن موجودا في كاس العالم الاخير بشكل قوي في مباريات كاس العالم في روسيا بسبب كثره الحكام الاجانب، ايضا الحكم القطري لم يكن او لم يصبح متواجدا في المباريات الدوليه نتيجه استقدام حكام اجانب، لكن الاتحاد المغربي والاتحاد التونسي يعتمد بشكل كبير على الحكم المحلي، وبالتالي تواجدوا بشكل قوي في المباريات الافريقيه الاخيره
ومش هنروح بعيد، بالامس مباراه الرجاء والوداد بعد ما كان عندهم فكره استخدام جهاد جريشه لعدد المباريات المغربيه في الفتره الاخيره، امبارح رضوان جيد الحكم الدولي المغربي رقم واحد كان بيدير كلاسيكو وديربي الكره المغربيه. ليه بقى؟ عشان عايزين يطوروا الحكم المغربي وهدفهم هو الكره المغربيه والحكم المغربي. لا لا، لانه كده بيدي يعني لو لقينا الرانك بتاع جهاد وجيدي وكلاهما كلاس ايه على فكره، بالظبط نخبه ايه، انت هنا بتضيف له نمره وبتسحبها من مواطنك، مش هقول لك حكمك، من مواطنك. محمود الجوهري رحمه الله في العام 2004 ذهب للتكريم في او على هامش كونجرس الكاف، بالمناسبه اللي نجح فيه لاول مره المهندس هاني ابو ريده ضمن منظومه الكاف، وبالتالي ذهب للتكريم كواحد من افضل 15 مدير فني على مدار تاريخ الكره، مش في موسم او اثنين الله يرحمه. كان الجزء الاخر من وجوده في تونس هو الاتفاق مع السيد شتالي، وهو حي يرزق والعبد الله حي يرزق عبد المجيد شتالي، وحضرت ده، ان يدرب منتخب تونس. قدم المدربون التوانسه معروض زي ما بيقولوا زي ثوره عرابي كده لشتالي والذين معه واتحاد الكره وقتها، اذا فعلتم هذا فانتم تقضوا على التحكيم على التدريب على التدريب التونسي التونسي في الخارج، بلاش بقى في الداخل، قبل الداخل في الخارج، وبالتالي هناك كوتا الان من التوانسه في الكره الخارجيه اكثر بكثير من المصريين. ليه بقى؟ لانه هذا هو عهد الكبار وقتها وصنعه الشطار. السيد شتالي لم يتعلل لا بفلوس ولا بتاع، لانه الديل كان خلاص التوقيع فقط هو الباقي لغايه لما لجنه المدربين دي قدمت يعني. ومن ثم عارف ايه اللي حصل؟ انه قال للكابتن جوهري، قال له معهم كل الحق يا شتالي، معهم كل الحق، كيف لا تبرز صناعتك يا رجل وتستورد غيرها؟ بأي منطق ده؟ إلا في دربيات مش عارف إيه ماشي، لكن حتى في دي لما لقوا القصة كده قال لك لا اركب بجيدي سريعا جدا، لأن جريشة واخد سكة طيارة الحقيقة ربنا يسترها عليه. الغريبة يا أخي إنه هنا ما بيبقاش كده ولا هيبقى كده. يا صمد فتاح مش هيسأل نفسه السؤال ده؟ كابتن عصام في تساؤلات كتيرة هنسألها لحضرتك يا أستاذ عصام، لكن بعد هذا التقرير، تقرير بيتكلم في موضوع مهم جدا، قد يكون الجزء اللي بنتكلم فيه ده سبب لما يحدث في الملاعب وفي المباريات وخارج حتى في الشارع، مسألة نبذ التعصب وفكرة التعصب في الملاعب وفي المباريات. نزلنا الشارع، كاميرا قناة الأهلي استطلعت رأي الجماهير في مسألة نبذ التعصب، وكمان هنتكلم على جزئية مؤتمر الثقافة الرياضية، رأي الناس في هذه الجزئية وفي مسألة التعصب الرياضي. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث مع الأستاذ عصام شلتوت بعد هذا التقرير. ان احنا ممكن نعمل وعي ثقافي اكتر ورياضي اكتر، بحيث ان احنا نوعي الشباب ان عادي في مكسب وفي خساره، ولازم هيبقى في فريق كسبان وفريق خسران، ونبدا ان احنا يعني نعمل لهم زي التهدئه علشان ما تحصلش طبعا كل ده، وفي الاخر هتبقى دي في صوره مصر. الاعلام، ننزل حد من الجامعات يبقى مسؤول، كل واحد مسؤول عن جروب في الجامعه، ينزل يتكلم مع الطلبه في الجامعه يفهمهم، نعمل ندوات الاعلام بقى، الصحافه والحاجات دي. ينتهي ان احنا لازم اول حاجه تكون القيادات بتاعتنا اللي هي الاعلام او الكلام ده كله بيتكلم ان اللي هي لا تعصب، لازم كلنا نقف في ام افريقيا مع بعض، اهلي او زمالك او اسماعيلي او مصري، لازم كلنا نبقى ايد واحده، لا للتعصب لا للتعصب لا للتعصب، عشان نبقى شعب ناجح في الاتحاد المصري او في الكوره بتاعتنا. لازم برضك الاتحاد المصري يكون له دور كبير في موضوع التعصب ده، نزل قرارات حاسمه عشان نمنع التعصب. في حاجات كتير قوي، اولا الفيسبوك والسوشيال ميديا بتعمل شحن جامد للشباب من مثلا اهلي او زمالك اسماعيلي اي فريق مثلا بتشجع، الفيسبوك بيعمل شحن جامد للموضوع ده. لازم يكون في رقابه، لازم يكون في توعيه، مثلا ان احنا نكبر مثلا مش نكبر، نعمل دعوه للجماهير مثلا الزملكاويه والاهلاويه او مثلا المصري الاسماعيلي، الحاجات اللي هي مثلا ليها جماهير انها تنزل مثلا الماتشات المختلفه، يعني مثلا دعوه الاهلي هيلعب مثلا ماتش مثلا مهم، فممكن اذا جماهير الزمالك تشارك، مثلا نعمل تخفيضات للتذاكر مثلا لجمهور الزمالك او حد معاه عضويات في نادي الزمالك فياخدها، او العكس ناس من النادي اللي معاه عضويات من الاهلي يا ماتشات الزمالك ياخدها، بحيث ان احنا نعمل ايه، لا دمج. طبعا الكفار ده عادي، هفكر ان انا احضر ماتش واستمتع في الاستاد،
ومن هنا نقدر نهدي موضوع التعصب ده شوية. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما سمعنا في هذا التقرير راي الشباب في موضوع نبذ التعصب. استاذ عصام، يعني الشباب بيتكلموا في جزئيه نبذ التعصب، تعليق حضرتك عليه ايه؟ ما هو برضه حد حط اكلاش اسمه نبذ التعصب، يعني ايه؟ ما احنا مش فاهمين يعني ايه نبذ التعصب. يعني واحد قال لك يلا بينا بقى نعمل عنوان اسمه نبذ التعصب، فنعمل مؤتمرات لنبذ التعصب، فنعمل بيانات عن نبذ التعصب. يعني ايه؟ يعني انت عاوز ايه بالظبط؟ يعني انا لو الشباب واروح انا اقول لهم كده فيروح قايلين لي يعني حضرتك عاوز ايه مننا بالظبط؟ احنا عايزين حد يقول لهم كلام صح، كلام سليم، يقول لهم ان التعصب يبقى موجود، مفيش تشجيع دايت، بس تصحيح السلوك. ما هو ده غير كده بقى، تصحيح السلوك ده مفيش ناس بتتولد عندها سلوك يا جماعه، ولا حكومات بتهب الناس حاجات، الناس هي التي يجب ان تدرك ان هناك ادوار، فالمسؤول منهم من أول الأسرة لغاية أعلى المستويات لازم في حوكمة، وده مش كلام كبير والله ولا تنظير، لازم في قانون يمنعك من مغادرة الإشارة قبل ما تبقى أخضر، لازم في قانون يمنعك من السير بالدراجة البخارية على الرصيف، قانون أولا مش هتركك لسماحة خلقك يا سيدي الفاضل، حتى ما ننظر إليهم بإجلال كمواطن أوروبي، يعني القانون وحده هو ما يكفل أن التعصب ما فيهوش ضربة، شتمة، سبة، كسرة، اشتبك حتى، ما فيهوش، ما فيش هزار، مروا بويلات فقرروا أن القانون يبقى هو الحاكم، يبقى هو الدائم، يبقى هو الداعم، قول بقى زي ما أنت عايز، لكن يعني أنت تجيب الناس ولازم توزع عليهم فكرة إن الأهلاوي يشجع الزمالك والزمالكاوي يشجع الأهلي، إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ أنتوا بتقولوا للشباب كلام مش موجود في القاموس أصلاً. البرنابيو يعني شاهد على كده، والكامب نو شاهد على كده، مفيش الكلام ده، لكن مفيش الجزء الآخر. طب الحل إيه؟ الحل قاعدة ملزمة يا سيدي الفاضل، وتحديث. أفضل ماسك مع حضرتك ومع أي حد يكلمني على التحديث، يعني كاميرات، يعني مراقبات، مفيش خدوهات، مفيش تطيب خاطر، مفيش سيب الواد معلش، مفيش اصله هي مره، مفيش اخر مره، اخر مره دي بتبقى المره المليون بالمناسبه، لكن اللي بيقولها بس هو اللي فاكرها اخر مره، لانها عمرها ما هتبقى اخر مره. ليه؟ في كل مره بتنكسر الجره. اعتقد ان احنا رايحين على ما يسمى حوكمه او وضع ضوابط قانونيه. تمام. جزء منها وافصحنا عنه بأحاسيسنا أنا وحضرتك هنا لما الأمن لاحظ أن هناك منطق الولاد هم اللي عملوه، أو الجمهور بما فيه شبابه بكباره، لما دخلت أعداد أكتر، لأنه كان في استعداد لاحترام القواعد، لما لاحظوه الأمنيين بدأ الانصياع لرغبة الجمهور في التواجد بالداخل مع بعض التحسينات جوه ما شاء الله. طيب أقول لك الأهم من كده، أنت عمال تقول لي لابد من في الصناعة من شركات الأمن الخاصة وكذا، طبعا ملهاش حل غير كده. شفت حد يا مؤمن حط سي فيهات مطلوبة أو ورقة لاختيار هذه الشركات؟ شفت حد قالك في شركة صفرت 20 واحد؟ أهو بالمرة حتى يشوفوا ماتش محمد صلاح ليفربول وكارديف ده، أو ليفربول وتشيلسي، فيروحوا يتعلموا يعني إيه أمن، حتى برضو لا تأتي بشبان في شركات امن وحراسه قد يكونوا يعني اللي هو بين بيلدينج دول وبتاع، فيبقى هو واقف عاجبه السلطه. بس عايز اكد على حاجه يا استاذ عصام في هذه الجزئيه، النادي الاهلي مش برضو بقول عشان في قناه الاهلي، النادي الاهلي من خلال ادارته للمباريات وهذه الاداره المحترفه اللي بتدير هذا الملف في الفتره الاخيره بشكل مميز جدا، بعض الناس ممكن يختلط على الامر مش واخده بالها من الجزئيه دي. النادي الاهلي في كل مبارياته في الفتره الاخيره او على مدار اخر موسم تحديدا، الامن الذي يتواجد داخل الملاعب اللي بيلعبها النادي الأهلي هو الأمن الخاص بالنادي الأهلي، تم تدريبهم بشكل جيد، تم اختيارهم
بشكل ممتاز. تم التنسيق مع القيادات الأمنية في وجود أمن الخاص بالنادي الأهلي كشركة أمن مختصة، أو مش أقول شركة أمن، أمن النادي الأهلي كإدارة المباريات، بيقف بشكل في هذه المباريات بشكل مميز جدا من خلال إدارة المباريات، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي مع الإدارات المعنية، العميد علاء في مقر النادي بالجزيرة. جميل جدا. أنا أولا أتحدث عن العوام، يعني أتحدث أنه ده تبقى سمة الوطن الكروي كاملا. بس هي بالمناسبة أبرز ده، لأن ده ما حدش تطرق ليه قبل كده ولا اتكلم فيه قبل كده. استنى بقى، لا ده جزء اتبنى عليه الجلسة الليلية اللي كنا ومش عارف مداخلة كانت معايا هنا، قلت في قرار بننتظره إن الأمن هيأكد حضور الجمهور. طبعا طبعا. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة ما طرح على الأمن من تفاهم، مع احترامي يعني لجنة المسابقات ولا أي حد هناك في اتحاد الكورة، كان بيقول الأمن غير إيه؟ ندخل كام؟ فالأمن سلعة مرعبة، الناس بتقضي حياتها في الشارع يا راجل. فأنت بتسأله، إذن أول حاجة يفكر فيها يا واقعة دول مش شغيلة، وبالتالي بيحط الرقم الذي يستطيع معه إدراك سلامة الناس، مش المحافظة على أنه هو ما يتعبش، بالعكس. من مين اللي دخل العدد الأكبر؟ وبالتالي ضمن التفاهميات، ما عرفش بقى أنت قلت للجمهور من خلال القناة ولا لا، أنه ما عرض في هذه الليلة عبر الاتصالات بين الكابتن محمود خطيب وكبار المسؤولين، وكان العميد مرجان موجود ورجع له، أن كان هناك 360 أمن داخل آخر مباراة للنادي الأهلي نظموا ونسقوا. إذن دي واحدة من الأوراق التي اعتمد بها التأكيد على حضور جماهيري في مباراة الأهلي وبيراميدز. إذن النادي الأهلي بدأها، وأأمل وأتوقع أن ستكون هناك وفادات من أمن النادي الأهلي إذا كان النادي الأهلي سيدير إدارة الأمن بنفسه. أما إذا كان سألك على الشركات، فلا أقل من أنه يطلب منها ده، لديك شهادات وناس مرخص لها، منهم ناس راحوا بعثات في الخارج ولا لا؟ هنا طبعا يبدأ الكلام عن الانضباط الحقيقي اللي هو زي الحب الحقيقي كده. تمام اوكي. طيب ملف نبذ التعصب راح بينا لقصة الجمهور وحضور المباريات، لكن مش حاجة كده. لكن مهم جدا نرجع لفكرة الحكام وما سيحدث خلال الفترة القادمة. مباراة الأهلي والمصري يوم الخميس هي مباراة النادي الأهلي، وسيديرها طاقم تحكيم أجنبي بناء على طلب النادي المصري. ايه الرسالة التانية اللي تحب تقولها؟ بقول الرسالة التانية مش الرسالة الأولى، لأن حضرتك وجهت رسالة في المرة السابقة، ويبدو أن الكابتن عصام عبد الفتاح لم يسمع أو لم يستمع أو لم يرى وجهات نظرنا في هذا الملف. إيه اللي مطلوب أو إيه اللي يتقال في الملف ده؟ لأن احنا أكدنا على بعض المعاني والمفاهيم والمعلومات الدقيقة اللي أكدها عدد من الحكام الدوليين السابقين وعندهم نفس المعلومات، أن اختيار الحكام بالخارج يا أستاذ عصام لن يتم مثلما كان في السابق، سواء أيام الكابتن محمد حسام أو أيام الكابتن محمود عثمان الله يرحمهم. الأول كنت بتبعت بتطلب حكم بعينه، والحكم اللي بتطلبه حكم مصنف، وبالتالي الاتحاد الأهلي اللي بتبعت له عارف الاختيار فبيبعت لك الحكم اللي انت طالبه. لكن الطريقة اللي بيتم الاختيار بها دلوقتي بعيدة تماما عن الاحترافية، وبالتالي لم تستطع أو لم أنا بس بختار ألفاظي، لن تقوم بنفس الطريقة المحترفة اللي كانت لجنة الحكام في السابق بتستخدمها، وأصبحت تختار حكام من وجهة نظرك أنت، وده المعيار اللي احنا شايفينه في التوقيت الحالي. الاختيار للحكام الأجانب في التوقيت الحالي أصبح من وجهة نظر رئيس اللجنة وليس من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي التي خاطبت وطلبت فيه الحكم المصنف رقم واحد عنده. شوف، هو يعمل اللي يعمله، بمعنى كابتن عصام عبد الفتاح طلبنا منه معايير، فإذا كان لا يريد دعم هذه المعايير فأنا بقول له مرافقين الحكام بتوعك بيقولوها لناس كتير بتوصل لنا أول ما أول ما بيجي الحكم. طيب أنت قلت لي السؤال، أنت شرحت كتير عشان توصل للناس. السؤال كان عن إيه الرسالة، صح؟ بالزبط. الرسالة ألا تفصح عن الحكم رغم أنه بيتعرف يا كابتن، نقطتين جنب بعض، لكن أفصح عن الاتحادات ورقم الفاكس، ومفيش فاكس طبعا ايميلات، بس انا بكلمه على قديمه يعني. تمام. ورقم الفاكس، لانك ذكرت هذا الرجل العظيم كابتن محمد حسام الله يرحمه، ورقم الفاكس او الايميل الان، والرد الذي وفد اليك على ايميلك الخاص او ايميل اتحاد الكره، انك لما طلبت محمد وعصام اترد ان هم مش فاضيين، واحد المدام راح للدكتور راح معاه والتاني راح يصلح عربيته مثلا. وبالتالي ده المنطق، ما دون ذلك يبقى بنهرج او هناك مشكله، مش هقول ضبابيه، هو في مشكله.
لا في مشكله في التحكيم. انا بقول لك يبقى في مشكله هتبقى معاك انت يا كابتن عصام. ليه؟ لانه احنا مش قصر كشعب. انا لا اتحدث هنا عن النادي الاهلي، احنا مش قصر، احنا من حقنا نعرف حضرتك بتطلب مين. على الاقل الاعلام يا اخي قول لنا تعالوا يا اعلام كده، انتوا اتكلمتوا امبارح، طب تعالوا لي بقى ادي ايميل لفرنسا وادي ايميل للجنه الحكام الايطاليه وزي الانجليزيه وزي الاسبانيه الخمسه الكبار، وادي ردودهم يا سيدي على ارماتوف وبيرباتوف وعلوف ومحمدوف. ما دون ذلك هو في ايه؟ واللي يحط حوالين نفسه ضبابيه ما يزعلش، واللي يمشي في العتمه لو الكعبل ما يصرخش، واللي يقع من فوق البرج لو الناس ضحكت عليه لا يلومن الا نفسه. ليه؟ لان هو اللي ساب نفسه لهذه الطرق. ما يطلعش بقى يقول لا استحق هذا او ما هذا الذي تدعوه. انت اللي فتحت باب الاجتهاد يا كابتن. يا كابتن كلنا قلنا لك مره واثنين وثلاثه الاجتهاد في الرد. انا بقول لك كلنا قلنا لك نعلم نزاهه يدك، نعلم شفافيتك. انا بقول بقى كلام انا مسؤول عنه، هذا الرجل اعرفه قديما حقيقي. في يوم ما قمت له انا وزميل ابراهيم منيسي واحنا قاعدين يعني على احد ارصفه الشوارع مع اصدقائنا لما برضه رياضيه، وقمنا وسلمنا عليه في بداياته في العالميه وقلنا له ستكون الاول وربما سيتغير معك التحكيم حتى بعد الاعتزال، واسال اخويا العزيز ابراهيم منيسي. اذا نحن نثق فيك ثقه عمياء، انت رجل نعلم انك طار اليد. لكن مش ده موضوعنا بقى يا عم. وانا مالي ما انت موتت المريض في الاخر، يعني المريض مات، ايه بقى ان الدكتور ده راجل يعني طاهر وشريف؟ يعني ايه بقى عملنا ايه بقى؟ احنا بنتكلم في طريقه الاداره. ما هو انا بس بلحق زي ما قلت لك عشان ما يتقالش اللي جاي ما يبقاش هجوم، بل على العكس هو واحد من افضل جيله. بس في رساله سلبيه هو وصلها بالشكل ده يا استاذ عصام برضو، لان الناس بتعتقد ان احنا بنتكلم عشان هدفنا الاهلي، واحنا طبعا هدفنا الاهلي والدفاع عن النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي وقناه الاهلي. بس في جزئيه هو وصل رساله للحكام اللي بييجوا هنا في مصر او الحكام دول لما بيحكموا في دوريات اخرى ان الدوري المصري ضعيف، لان لما اجيب حكم 20 مباراه كالحكم رابع اجيبه هنا يدير مباراه قمه عندي وهو اصلا في الدوري اللي بيدير فيه هناك ما بيديرش مباريات كبيره ومباريات قمه، يبقى انا بوصل رساله للاتحاد اللي انا يعني طلبت منه الحكم او الحكم نفسه اللي جاي او للمنطقه العربيه ان انا الدوري بتاعي ضعيف، بدليل ان الحكم الرابع اللي بيقعد 20 مباراه هناك او حكم فار او مقيم هناك بيدير اقوى المباريات عندي. ما انا برضو مش فاهم هو بيعمل كده ليه رغم كونه عضو اتحاد كره، يعني مش بس رئيس لجنه حكام محترف، لا ده حتى مش عايز يبقى محترف عشان ما نعرفش نحاسبه، لكن هنحاسبه مفيش هزار. انت وضعت نفسك على مقعد يجب ان يجلس عليه محترف، فنستطيع ان نخاطبه ونساله وكمان حقنا انه يرد علينا. لكن هذه الرساله على اتحاد الكره ان يلتفت اليها بالفعل. لا الكره المصريه بكل انديتها بقى انديه حتى لو درجه ثانيه وقدر ليهم ان معاهم الفلوس وعايزين يطيروها في حكام اجانب، حتى هم يا اخي من حقهم ما دامت انديه مصريه ان يكون الكلام عن الكره المصريه لائق ان يكون على مستوى الثلاثه الاوائل يا اخي في اي دوله تطلب منها تحكيم، والثلاثه الاوائل يجب ان يكونوا سهل تفسير اسمائهم، والناس في مصر عارفه الحكام وعارفه الفرق في كل العالم. قد تجد انسان بسيط لكنه يعرف اسم الحكم من اول ما بيتعلن عن ماتش هو نفسه يروح يتفرج عليه على القهوه حتى لو في ناجا يا اخي وعندهم ساتلايت. وبالتالي انا ما اعرفش ده ليه، لكن اللي هعرفه بقى ان احنا لن نصمت طويلا كاعلام على التراجع بمؤشرات بلدنا. قد لا تصمت قناه الاهلي على الاهلي والزمالك على الزمالك والمصري على المصري، لكن الاعلام يجب ان يسير في سكه ثانيه خالص، الا وهي تحديث بقى البنيه التحتية للرياضة والصناعة، لأن ده أكل عيشنا كل كمان مش بس وطنيتنا. إذا لم تكن طبعاً حالة مرغوب فيها فرص العمل نفسها تتضاءل وهنقع وقع بعد وقع. تمام، ده ملف التحكيم اللي اتكلمنا فيه كذا مرة وقلنا المعايير اللي بيتم فيها اختيار الحكام والطريقة، وكلامنا مش كلام عام، لا كلام أكده حكام دوليين سابقين قريبين من لجنة الحكام وعارفين ببواطن الأمور إيه اللي بيحصل بالظبط في هذا الملف. طيب الجزء الاخير كل واحد برضو فيهم عشان برضو نحطهم هم كمان عشان منهم من سيطرح نفسه مستقبلا وكذا، ولا واحد فيهم برضو في الاخر يوم يقول لك ايه بس الحقيقه هي اللجنه برضو معلش عامله اللي عليها برضو يا جماعه ومش يا عم ما تقول لنا صح ولا غلط. يعني حتى الاخوه اللي بيطلعوا يقولوا بعض الصياحات دي وان مصر تستحق الافضل وكذا وماذا، يعني انا قصدي اقول لك ان كلهم ها
خطائين بصراحة كده، لأن ما فهمش حد يا أخي بيطلع يقول بيقين ماذا يحدث، وعليه أن يكون صاحب كلمة، خاصة الأغلب الأعم إنها مصالح ضيقة وتافهة، ما تطلع يا أخي تفسع عنها وتقولها، لأن كل ده بيحط نزاهة المسابقة على المحك، ونزاهته وإسمه إذا كان له رصيد أو إذا كان له تطلع مستقبلي أن يكون عضو لجنة، رئيس لجنة في اتحاد قاري في اتحاد دولي، هو ده مش من ضمن استمراريتهم؟ يسكتوا ليه ويجي يقول لك في ودنك ويقول لك شفت بقى شفت عاجبك كلام، وانا احارب لك معركتك، لكن اللي هحارب معركته هو هذا الوطن الذي يستحق الافضل. ده كلام بجد بالظبط. طيب قبل الجزء الاخير من ختام هذه الفقره استاذ عصام، وهي متعلقه بمنتخبنا وكاس الامم الافريقيه، وفي فرصه سعيده بالمناسبه وانا معايا طبعا استاذ عصام شلتوت نائب رئيس اللجنه الاعلاميه، نخرج لهذا التقرير نشوف فيه راي مجموعه من الشباب حول مدى اهتمامهم بحضور مباريات بطوله كاس الامم بشكل عام ولا متابعت وحضور مباريات المنتخب الوطني فقط، وتوقعات الجماهير لمباريات كاس الامم خلال الفتره القادمه، ثم نواصل الحديث مع الاستاذ عصام شلتوت بعد هذا التقرير. هي اول حاجه يعني كانت بالنسبه لينا حاجه كويسه او نقطه تتحسب لمصر حتى تنظيم كاس الامم الافريقيه. تاني حاجه ان اضافه لمصر طبعا، لو هم مش شايفين مصر قدها ما كانوش ممكن القرعه تبقى 16 صوت قدام يعني لمصر، دي كانت حاجه كبيره. صوت واحد لجنوب افريقيا كانت برضو حاجه يعني اضافه لمصر طبعا. كل ده دول افريقيا بتراهن عليه، يبقى احنا اكيد قدها. كل المنتوشة إن شاء الله تطلع بصورة أحسن وأجمل والتنظيم يكون أحسن وأعلى. حتة أن أنا أشوف منتخبات تانية أو ممكن منتخب زي الكاميرون لازم حدش يفوت ليه ماتش، لأن من أكتر منافسين لينا، حصل 4 مرات على كأس الأمم الأفريقية، في حاجة زي كده كانت إضافة برضو لمصر. 7 مرات إحنا حاصلين على الكأس، فلا إضافة، وأكيد طبعا من ضمن المنتخبات اللي ممكن نتابعها، ليه لا مصر طبعا. مصر إن شاء الله طبعا كل منتوش مصر، ده أول حاجة. وتاني حاجة أنا لو في وقت أحضر أي ماتش غير مصر طبعا أسند أخواتنا العرب، طبعا طبعا لازم أسنده، بس أنا شايف أن النهائي إن شاء الله يبقى بين مصر والسنغال، بس السنغال منتخب قوي وإن شاء الله نقدر نفوز عليه ونتوج بالبطولة، وإحنا بقالنا 9 سنين ما خدناهاش، إن شاء الله نحقق إنجاز ده ويبقى نبقى منتخب نتطور عن كده كمان، وأنا متفائل جدا مع خفير أجيري. النهائي دي حاجة بتاعت ربنا، بس أنا بشجع اللعبة الحلوة، يعني أنا رأيي إن أنا بشجع اللعبة الحلوة بس، وما بقاش متشددة لفريق معين. أكيد طبعا يعني أكيد طبعا أنا أروح أشجع منتخب بلدي، بس يعني عشان اروح اشجع منتخب لازم ابين ان بلدي بشكل كويس، ما ينفعش اروح يبقى جنبي مثلا في مثلا بشتري حاجه ولا حاجه جنبي واحد من دوله تانية عامله بطريقه مش كويسه، او مثلا الماتش مش عاجبني، او مثلا انا طالع خسرانه فاجي اجيب الغلط مثلا على واحد جاي يتفرج على ماتش بتاع بلده، دي حاجه بتضايقني. بس هو دي النقطه اللي بتكلم فيها، ان احنا لازم احنا رايحين نشجع لعبه احنا بنحبها، ولازم احنا بنشجع لعبه كمان يعني بتوضح اسم بلدك وبتطلع اسم بلدك. طبعا اي لعبه طبعا بتطلع اسم بلدك فيها لازم تشرفك، بس فانت لما تروح تحضر لها دي طبعا شرف ليك، وغير كده كمان انت لازم تبين شكل لائق لما تروح يعني تتعامل مع حد، وغير كده كمان لما مثلا يبقى الماتش مش عاجبك ومثلا احنا طالعين خسرانين وطلع تبارك لزميلك يا مبروك انتوا كنتوا بتلعبوا كويس بس احنا ما حصلش خير، المره الجايه يحصل خير، لازم يكون في روح رياضيه، وبعدين لما الكبير يعمل كده الصغير هياخد منه. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير اللي سمعنا فيه اراء متباينه، لكن يهمني اسمع تعليق الاستاذ عصام شلتوت على هذا الكلام. الشباب تشعر انهم يحتاجوا فعلا حالة بث حاجات على موجات تفهمهم، الكل يحاول زي الزرع اللي هو بيطلع شيطاني او هنقول رباني حاشا لا مش هنقول شيطاني، بمعنى هي نفسها تشوف حاجة كويسة فبتقولك ويبقى في روح رياضية وفي تخيل بقى لما تزرع ده بالاعلام، بس النقص حكاية روح رياضية مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها اللعب النظيف في التشجيع في المنافسة، حتى في المال النظيف اللي بيدفع
في أرقام لاعبين، في مكافآت، في كذا، في ماذا، في استجلاب حكام، في استجلاب مدراء فنيين، كل حاجة مشروعيتها مش أبدا. الروح الرياضية دي كانت في الأربعينات من القرن الماضي استبدلت مع دخول الاحتراف وصناعة البهجة بالفن والرياضة وكذا إلى اللعب النظيف. العب معايا لعب نظيف، لكن النموذج اللي باين شباب محب لوطنه، حابب يروح يتفرج على منتخب مصر ويأزره، تمام. حابب يروح للمنتخبات التانية بس عايز يفهم، بيقول لك عايز أفهم. تمام. آخر حاجة، متفائل بكأس الأمم إن شاء الله على المستوى الفني نكسب البطولة؟ على المستوى الفني مصر لازم تبقى مرشحة، هكذا قال كل اللي كانوا معانا في القرعة صراحة يعني، وما حدش فيهم بيأزر ولا بينيمنا، لكن ما لم تكن في المباراة النهائية بتكسر حتة من الفرحة، لكن هي كل الفرحة أكيد. إن مصر في هذه الحقبة مش 2019 كم شهر تنظم اللي كان بيتنظم في 3 اشهر في 3 سنين و4 اشهر بالظبط كده، وده التحدي وده الاهم صحيح. بالنسبه لنا كلنا ان شاء الله. يبقى احنا نقدر في مصر نعمل كل حاجه ولا لا؟ اكيد نقدر. الكابتن عصام فتاح بقى وقول لاي حد يقابلك ان احنا في البلد دي هنعمل كل حاجه صح، لو كان عايز يعمل الصح هيعمل ان شاء الله. استاذ عصام، او احنا مش هنسيبه ما يعملش، عشان هيعمل دي بقى على ضمانتي، لا احنا مش هنسيبه هو ولا غيره ما يعملش. اكيد. استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي والكاتب الصحفي ونائب رئيس اللجنه الاعلاميه بكاس الامم الافريقيه مصر 2019، بشكرك شكرا جزيلا، دايما بتشرف بالحوار الشيق معاك وكل التوفيق ليك يا رب. خيرك، انا اللي بشكرك، ويا رب نكون يعني ضيوف مش تقال على جمهور الاهلي العظيم في مصر والعالم العربي على الاقل، لان انا عارف انه في اجزاء كثيره من الارض الكل بينتظر قناه النادي الاهلي. اكيد باذن الله. شكرا لكل مشاهدينا في كل مكان، زي ما قال الاستاذ عصام شلتوت، في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي امريكا وفي كل مكان في بقع من بقاع الارض، الكل بيبقى حريص على مشاهده مباريات الاهلي، مشاهده قناه الاهلي، الكل دايما كده بروح الفانيلا الحمراء وبروح النادي الاهلي، دايما عايز النادي الاهلي دايما يكون في المقدمه ورقم واحد محلي افريقي عربي في كل البطولات. شكرا لحسن المشاهده والمتابعه لكل جمهورنا الكبير، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.